تبدأ قصتنا من الشدة المستنصرية التي سميت بهذا الاسم نسبة للخليفة المستنصر بدين الله الفاطمي، حيث تدهورت البلاد في عصره بعد جفاف نهر النيل، واستمرت الشدة عدة سنوات، فاضطر الخليفة بإحضار من يغير الأوضاع. ما هذه الأيام؟ لم أجد طعام الأسد لمدة 3 أيام. والله إني رأيت كلبا في الشارع فذبحته لأطعم أولادي. حسبي الله ونعم الوكيل. فليسقط المستنصر الفاسد. فليسقط المستنصر الفاسد. فليسقط المستنصر الفاسد. يا مولاي، لقد حل الخراب على البلاد، والناس أصبحوا يأكلون الحميرة والكلاب، ومعظمهم يريدون يقومون بالكثير من الثورات علي. نعم، لقد ازداد الأمر سوءا في هذه البلاد، وفلتجمع دي الأمراء لنجمع اجتماعا كبيرا في هذا الأمر. حسنا يا مولاي. ماذا بك يا غلام؟ الأمراء في صراع كبير ومعظمهم يريدون الخلع. إذا فلابد أن نحضر رجل صالح ليصلح ما في هذه البلاد. أين هو بدر الدين الشمال؟ موجود في عكا، رجع إليها بعدما انتصر في الحرب. فلتبعث له رسولا أن يسأله أن يحضر إلى مصر حالا. سمعا وطاعا يا مولاك. بدر الدين الجمالي الذي سمي بهذا الاسم نسبة لجمال الدولة المعمار، كان مملوكا صالحا أرميني الأصل، قد خاض العديد من الحروب في الشام حتى بلغ منصب أمير الجيوش. وكان بدر الدين في عكا عندما أرسل له المستنصر رسولا، فقد عاد إليها بعد انتصاره في الحرب وإخماد الثورة هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. إنني مسؤول من القاهرة، وأتيت برسالة من الخليفة المستنصر إلى الأمير بدر الدين الجمالي. حسن تفضل. يا سيدي، جاء لنا رسول يحمل رسالة من القاهرة من المستنصر. فتخبره يا إله. السلام عليكم. وعليكم السلام. إنني مرسول من القاهرة، وقد أتيت بك برسالة من الخليفة المستنصر أيها الأمير. قول فيها الآتي: أن الأوضاع قد اشتدت في القاهرة، فلتأتي إلى مصر، فأن الخليفة يوعدك بأعلى المناصب، وأننا بحاجة إلى رجل صالح مثلك ليحل الأزمات في القاهرة. توافق على هذا الطلب، ولكن سأحضر جنودي معي، فإني لا أريد جنودا من مصر. وعلى الخليفة المستنصر أن يطرد بردوش من القاهرة، فلن أدخل ما دام بردوش في داخل أبواب القاهرة. وسأجمع الجيش وسأتحرك صباحا. حزم يا عم الصقور بدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بدر. يا أيها الخليفة، إن هذه أول مرة لي في مصر، وقد رأيت وضع المصريين عن قرب، فيجب علينا أن نبدأ في إصلاح وضع البلاد، لأن حالة المصريين يرثى لها. تفضل يا بدر الدين، إني أعطيتك جميع الصلاحيات التي تريد، فليوفقك الله يا بدر الدين. بدأ بدر الدين يخطط لإصلاح الأوضاع، حيث بدأ ببناء سور للقاهرة ومحاولة إصلاح الاقتصاد، بالإضافة إلى مساهمته في تنشيط الزراعة، حيث أعطى الفلاح الأرض بدون ضرائب لمدة 3 سنوات، وبعدها بدأ بدر الدين في محاربة الفساد. أخبرني أحدهم اليوم أن بردوش يخطط للعودة لينتقم منك بعد أن تم طرده من القاهرة، وماذا سنفعل الآن؟ يا محمود، فلتجمع العمال وتخبرهم أننا سوف نعيد بناء أسوار القاهرة، فعلينا أن نبدأ تحصين المدينة، ولتجمع الجنود وتحضرهم في المعسكر. الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المقاتلون، لقد عهدت الخليفة المستنصر حفظه الله بإصلاح الأوضاع، ومن الواضح أنه لن تتقن البلاد خطوة واحدة في حين وجود الخطر بداخله، فإن اللواتة وجيش بدؤوس يريدون تخريب القاهرة، فيجب علينا أن ننهض للقتال وأن نقضي عليه. كيفكم لن تخذ العار ودماء الأنبياء؟ لا نأبل للرجال يا بدر الدين، فكل ما تشاء. الحمد لله، لقد انتصرنا يا أيها المستنصر. بالرغم من انتصاره في الحرب على بدؤوس، إلا أن الخطر الحقيقي ما زال موجودا،
ومن آخر أعمال بدر الدين أنه عين ابنه وليا للعهد قبل وفاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بدر الدين. كما رأيت يا مولاي لقد انتصرنا على بردقوش وجيشه، ولكن يبقى خطر الأب، فإن اللواتة يريدون زعزعة الاستقرار في البلاد ونشر المزيد من الفوضى في القاهرة، ويستمرون في الزحف دون توقف. فسوف أخرج أنا والجيش بعد غد لمحاربتهم والقضاء عليكم. هيمن على هذه الحرب يا بدر الدين وصديق أعلى المراتب إن شاء الله. إن شاء الله. أجئت إلينا وتعتقد أنك ستنتصر يا بدر الدين؟ لقد انتصرت على أشد منكم في العدة والعتاد. أنت لست بطل كما تظن، ولقد حالفك الحظ طوال حياتك واليوم ستارة. بدر الدين بطلا. هل انت بخير؟ انت تنزف بشده. طعم لمده 3 ايام. والله اني رايته كلبا فذبحته. مولاي لقد حل الخراب على البلاد. الكلاب الناس اسواق. ولقد حالفك الحظ طوال حياتك واليوم ستارة. ايه بقى؟